نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عوض زايد، حيث عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: هل متابعة القرآن الكريم من الراديو فيه أجر على ذلك أم سماعه من القارئ شخصيا؟ جزاكم الله خيرا. سماع القرآن فيه أجر عظيم، سواء من الشريط أو من القارئ الحاضر، في خير عظيم بالإخلاص لله، قصد الفائدة، قصد العمل بقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت على خير عظيم. فاستماع القرآن من الأشرطة ومن القارئ الذي يحضر بينكم في المجلس كله خير عظيم وفي فائدة عظيمة. ونوصي الجميع بسماع القرآن، نوصي الجميع بالاستماع لكتاب الله من الشريط الذي في تسجيل القرآن لبعض أهل العلم وفي القراءة الحسنة، وهكذا إذا كنتم جالسين يقرأ أحدكم وتستمعون له، ولا سيما من كان حسن الصوت ففي هذا خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الأصحاب قرأ عليهم القرآن وفسر لهم معانيه عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأه ويستمع عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمنين والمؤمنات إذا جلسوا أن يستمعوا للقرآن من بعضهم ومن شريط مسجل لقارئ طيب، يستفيدون ويتدبرون ويتعقلون ويعملون. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.